اليوم منطقة وادي حجر تقوم شركة طالب بإكساء وتبليط الشوارع الفرعية والرئيسية في منطقة وادي حجر. ايش ضمن العمل؟ أول فقرة القوالب والكاربستون تم الانتهاء من عندها وقشط وتحشية والمرحلة الأخيرة إكساء وتبليط. أي مدى بعشرة؟ تقريبا قبل 10 أيام. الانتهاء إن شاء الله ينجز العمل خلال المدة أو أقل من المدة المحددة.